عودة فرد حضر التنقل في 9 ليلا بالمغرب. عضو لجنة التلقيح ليوضح: روجت صفحات على الفيسبوك أخيرا أخبارا بخصوص إمكانية إعادة فرض حظر التنقل الليلي في 9 ليلا بمختلف ربوع المملكة. وكشف عضو باللجنة العلمية لكوفيد في حديث لمصادرنا أن مسألة إعادة فرض حظر التجوال في 9 ليلا خاضعة لتطور الوضع الوبائي في المغرب، مبرزا أن اللجنة العلمية تتابع الوضع عن كتب. وأشار المتحدث ذاته إلى أن القرارات التي شرعت الحكومة في اتخاذها تروم حماية المواطنين والتأهب لمواجهة خطر الموجة الجديدة لكوفيد. يجدر الإشارة أن الحكومة قررت تقليص عدد الحاضرين في الجنائز إلى 10 أشخاص، كما قررت منع تنظيم التظاهرات الفنية والثقافية بسبب الوضع الصحي، في وقت تم فيه تعليق السفر والرحلات من وإلى المملكة لمنع تسلل متحور أوميكرون.